السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنواصل اليوم في الشابتر رقم 5. الشابتر هذا اللي هو عنوانه Analysis of Structures and Forces in Beams. طيب في الشابتر هذا المحاضرة رقم 2، المحتوى نتاع المحاضرة هذه هيكون Analysis of Frames، وحناخذ مثال على ذلك. حناخذ تعريف Analysis of Frames. الفريمز اللي هي يعني حتكون هيكل من الهياكل، الهياكل هذه حتكون عليها مجموعة من القوى، القوى هذه اللي هي جاية يعني من الأذرع. يعني إيش؟ يعني يمكن يكون على نفس الهيكل بيكون عندك أكثر من قوة موجودة في نقاط أكثر من 3 قوة موجودة يعني على الهيكل هذا موجودة في نقاط مختلفة. مثلا وناخذ المثال هذا، أكيد فيه قوة مختلفة نازلة، مثلا قوة التنشن اللي هي هذه متاعت الكيبل، في W اللي هي الويت متاعت الجسم هذا، وفيه يعني الكونكشن النقطة هذه اللي هي يعني النقطة A. يعني شايفين أكثر من 3 قوى نازلة على الهيكل هذا وبيعتبر يعني فريم، هذه قوة خارجية طبعا. طيب إذا كان نحلل النقاط الالتقاء الموجودة في كل نقطة، مثلا في النقطة C، في النقطة E، في النقطة B، مثلا لو ناخذ النقطة C، شايفين في النقطة هذه فيه قوتين يعني عموديين اللي هي CX والCY، نفس الشيء في القوة هذه في البي اللي هي FBE، نفس الشيء في القوة A يعني حتكون القوة في الاتجاه هذا، في القوة يعني في الA طبعا بما أنها connected يعني في بتكون قوتين، يعني الذراع هذا حيكون قوتين متعاكسين، نفس الشيء حتكون في النقطة F اللي هو W اللي هو الوزن هذا. يعني تكون التحليل متاعت القوة بالطريقة هذه، يعني هذه بتعتبر internal forces adjoint، يعني قوة داخلية في النقاط متاع الالتقاء متاع الأذرعة. أما هنا T والW والAX والY تعتبر external reaction، يعني قوة خارجية جاية يعني من جسم ثاني. طيب لو ناخذ المثال هذا، نفس الشيء هذا بيعتبر frame، يعني القوة الخارجية اللي هي الـ P والـ Q، أكيد فيه قوة ثانية في الـ A وفي الـ B، بما أن هنا بين وهنا بين يعني حيكونوا قوتين زي ما كم شايفين هنا قوتين. طيب لو نحل القوة الموجودة في النقطة C اللي هي النقطة الالتقاء، حنتحصل على الـ CY والـ CX، وهنا العكس متاحة اللي هي minus CY وminus CX. لكن بما أنها CY وminus CY نفس القوة، بس الفرق بينهم هي يعني أنها متعاكسين، نفس الشيء بالنسبة للـ CX، يعني نقدر نحسبها قوة واحدة. يعني مثلا في المثال هذا بتصبح عندي في التوتال يعني 6 قوى، اللي هما قوة 4 هنا قوتين هنا وقوتين هنا اللي هما السي اكس والسي اكس والسي واي. ليش؟ لانه هذه البي والكيو هي قوة يعني بتكون معلومة، يعني عدد المجاهيل في الحالة هذه بتكون يعني 6 مجاهيل. طيب حناخذ مثال، مثلا في المثال هذا حنعوض القوى الموجودة. طيب حنقسم يعني الشكل هذا إلى جزئين، حنشتغل أول شيء على الجزء الأول وبعدين حنشتغل على الجزء الثاني. لو ناخذ الجزء الأول هذا، بالنسبة للجزء الأول هذا حنشوف القوى الموجودة هنا في الرياكشن، عندي بين يعني حيكونوا قوتين اللي هي الأي إكس والأي واي، هنا حيكون يعني تنشن واحد اللي هو تي وان، هنا التنشن الثاني اللي هو تي تو. يعني شايفين هذه الفري بودي دياجرام بتاعت الشكل هذا، يعني عنا الـ P والـ T1 والـ T2 والـ AX والـ A والـ AY. طيب لو نستعمل قانون السيجما FX يساوي صفر، يعني القوة الموجودة على المحور X تساوي صفر، إيش القوة؟ عنا الـ AX وعنا الـ T2 وعنا الـ T1، يعني كلها نفس الاتجاه مع الـ X هتكون بلس AX بلس T1 بلس T2 تساوي صفر. لو ناخذ القانون متاع السيجما FY يساوي صفر، كم من قوة موجودة على المحور Y؟ القوة الوحيدة اللي هي بي، عشان كده البي والاي واي، عفوا البي والاي واي، الاي واي بتكون موجبه لانها لفوق، والبي متعكس يعني بتكون ماينس بي تساوي صفر، علشان كده الاي واي حتكون هي نفسها البي. لو نستعمل القانون الثالث اللي هو سيجما ام اي تساوي صفر، هناخذ النقطه اي اللي هي هذه، طبعا بالنسبه للقوه اللي موجوده يعني في النقطه هذه العزم بتاعها هيكون صفر، نفس الشيء العزم متاع T2 يساوي صفر لأن المحور متاعها يمر من النقطة A. شو باقي؟ باقي الـ P والـ T. طيب المسافة العمودية ما بين المحور متاع القوة P وما بين النقطة A حتكون المسافة هذه اللي هي 2A، عشان كده حتكون 2A في القوة
نازلة تحت، يعني العزم حيكون في الاتجاه هذا اللي هو مع عقارب الساعة، يعني كده حيكون ماينس، يعني حيكون ماينس بي في 2A. نفس الشيء بالنسبة للقوة T1، هذا هو المحور بتاع T1، يعني المسافة هذه حتكون هي A، يعني حتكون A في T1، وانه حسب الاتجاه بتكون مع عقارب الساعة، عشان كده حتكون ماينس T1 في ال A، يعني بيساوي صفر. بنقدر نجيب اللي T1 تساوي ناقص P1 على 2. لو ناخذ النص الثاني اللي هو هذا، طبعا القوة الموجودة هنا بين، يعني حيكون عندنا بي اكس وبي واي. نفس الشيء في التنشن، هنا حتكون نفس التنشن التي 2 والتي 1 لكن حيكونوا متعاكسين، اللي هي الرسمة هذه. يعني سيجما اف اكس تساوي صفر، كم من قوة موجودة على المحور اكس؟ عندنا التي 1 بتكون ناقص، اللي بي اكس بتكون بلس، والتي 2 بتكون ماينس. ليش؟ لان عكس الاكس بيساوي صفر. بالنسبة للواي، القوة الوحيدة الموجودة على الواي اللي هي البي واي، يعني سيجما اف واي تساوي صفر، علشان كده البي واي تساوي صفر. لو ناخذ العزم حول النقطة بي اللي هي النقطة هذه، طبعا في النقطة بي اللي هي نفسها النقطة هذه بي، العزم بتاع القوة هذه يساوي صفر، والعزم بتاع تي 1 يساوي صفر. يعني القوة الوحيدة المتبقية اللي هي تي 2، العزم بتاعها يساوي صفر، يعني التي 2 حتكون تساوي صفر. طيب من خلال المعادلة هذه بنعوض قيمة التي 1 والتي 2، هذه التي 1 وهذه التي 2، بنعوضهم على طول بنجيب الـ AX. وبالنسبة للـ BX هناخد المعادلة هذه، من خلال المعادلة هذه بنعوض التي 2 والتي 1، نقدر نجيب الـ BX، يعني المعادلة هذه نجيب بها قيمة الـ BX. بطريقة هذه يعني جبنا كل المجاهيل اللي هي يعني لازمة. طيب نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في محاضرة قادمة. السلام.